وللمزيد معنا رامي محمد، مراسل التلفزيون المصري من مقر انعقاد مؤتمر الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب. رامي، يعني أطلعنا على أجواء انعقاد هذا الاجتماع السادس لمجلس أمناء الحوار الوطني والتفاصيل المتوفرة لديك حتى الآن. تحياتي لك محمد ولكل متابعينا من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة السادس من أكتوبر، حيث ينعقد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لبحث الكثير من الموضوعات، منها الاتفاق على عدد من مقرري اللجان وأيضا مساعدي مقرري اللجان في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي. أيضا يبحث المجلس أمناء الحوار الوطني عدد من الملفات والطلبات التي قدمت من بعض الأعضاء حول إعادة تقسيم اللجان مرة أخرى. عودة إليك. أشكرك رامي محمد، كنت معنا من مقر انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب، شكرا جزيلا لك.